طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس جديد اسمه شخصيات وأحداث من الدولة الحديثة. خدنا قبل كده في الدروس اللي فاتت شخصيات وأحداث من الدولة القديمة وشخصيات وأحداث من الدولة الوسطى، وعرفنا إن كل دولة وكل فترة كان بيبقى ليها اسم معين. مين فاكر اللي ايه الاسم اللي كان بيطلق على عصر الدولة القديمة؟ برافو، ايوه، كان بيطلق على عصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرامات. طيب، وايه الاسم اللي كان بيطلق على عصر الدولة الوسطى؟ برافو، شاطرين، كان بيطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي. برضو الدولة الحديثة بتاعتنا ليها اسم، وسموها المؤرخين عصر المجد الحربي. المجد يعني الانتصار، والحربي يعني الحرب، يعني سموها بعصر المجد الحربي لأن الملوك بتوع الدولة الحديثة كانوا بينتصروا في كل الحروب والمعارك اللي كانوا بيقوموا بيها. طيب، يبقى عندنا أول سؤال بيقول: بما تفسر سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي؟ نقولها إزاي؟ لكثرة انتصارات ملوكها على الأعداء، عشان الملوك بتاعها كانوا بيكسبوا الأعداء، وتوسيع حدود البلاد، يعني كانوا بيوسعوا وبيكبروا مساحة مصر. تاني، بما تفسر سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي؟ لكثرة انتصارات ملوكها على الأعداء، وتوسيع حدود البلاد. طيب، تعالوا نعرف ايه هم اشهر ملوك الدولة الحديثة. اول ملك معانا اسمه الملك احمس، تاني ملكة معانا وهي الملكة حتشبسوت، تالت ملك وهو الملك رمسيس الثاني، وبعد كده الملك تحتمس الثالث. اول حاجة هنتكلم عليها دلوقتي هو الملك احمس. مين فاكر مين الملك احمس ده؟ خدناه امتى؟ ايوه، برافو، خدناه في الدولة الوسطى. طيب، آخر حاجة خدناها واتكلمنا عنها في عالم الدولة الوسطى كان حصل ايه؟ لما أحمس جه وطرد الهكسوس وكون جيش قوي ووحد البلاد. فعلشان كده المؤرخين، مين المؤرخين؟ الناس اللي بيكتبوا التاريخ، اعتبروا ان أحمس ده بداية فترة جديدة، بداية عصر جديد. يبقى عندنا سؤال بيقول: بما تفسر اعتبر المؤرخون أحمس على رأس عهد جديد، أو يعتبر المؤرخون الملك أحمس هو مؤسس الدولة الحديثة. ليه؟ لأنه أول حاجة وحد البلاد، لأنه عمل إيه؟ وحد البلاد. تاني حاجة اللي احنا عارفينها وكلنا حافظينها من الدرس اللي فات، عمل إيه أحمس؟ طرد الهكسوس، طرد الهكسوس، وحقق انتصارات عظيمة، وحقق انتصارات عظيمة. طيب، آخر حاجة بقى ان هو كان الجيش بتاعه كان مكون جيش قوي جدا، مجهز بالعجلات الحربية. طيب، نقول السؤال تاني: بما تفسر اعتبر المؤرخون الملك أحمس على رأس عهد جديد، يعني فترة جديدة، بداية حكمه فترة جديدة، بسبب نجاحه في توحيد البلاد، طرد الهكسوس من مصر، وتحقيق انتصارات، وكون جيش قوي مجهزا بالعجلات الحربية. طيب، ننتقل على الملكة الثانية وهي اسمها الملكة حتشبسوت. اسمها الملكة حتشبسوت، الملكة حتشبسوت، اسمها الملكة حتشبسوت، برافو. طيب، مين الملكة حتشبسوت دي؟ كانت أشهر ملكات مصر، كانت أشهر ملكات مصر. ممكن هنا يجي لنا سؤال أكمل: تعتبر الملكة نقط من أشهر ملكات مصر؟ برافو، الملكة حتشبسوت، الملكة حتشبسوت. طيب، الفترة اللي كانت بتحكم فيها مصر تميزت بالأمن والاستقرار، يعني كانت الدنيا هادية، مفيش مشاكل، مفيش حروب. يبقى أكمل، تميزت فترة حكم الملكة حتشبسوت بنقط ونقط: الأمن و الاستقرار، الأمن والاستقرار. الملك حتشبسوت دي وهي بتحكم مصر كانت مهتمة بالتجارة والفنون، كانت مهتمة بالتجارة
والفنون، يبقى اهتمت الملكة حتشبسوت بنقط ونقط بالتجارة والفنون. طيب ايه هي الاعمال اللي عملتها الملكة حتشبسوت وهي بتحكم مصر؟ اول حاجة عملتها هي بنت معبد الدير البحري. معبد الدير البحري، بنت معبد ايه؟ الدير البحري. اكمل، قامت الملكة حتشبسوت ببناء معبد الدير البحري. طب فين معبد الدير البحري ده؟ موجود في غرب الأقصر، في غرب الأقصر. طب تاني حاجة عملتها وهي أرسلت بعثات تجارية. أرسلت بعثات تجارية، يعني إيه بعثة يا ميس؟ بعثة تجارية يعني أنا ببعت التجار بتوعي بمنتجات مصرية ويروحوا يبيعوها في دول تانية، يا إما بودي التجار بتوعي برضو يروحوا يشتروا منتجات من دول تانية. طيب الكلام ده فايدته إيه؟ الكلام ده بيعمل على تقوية العلاقات بين الدول، بيقوي وبيكبر العلاقات بين الدول. طيب نقول بعثة تجارية التعريف بتاعها إزاي؟ مجموعة من التجار، مجموعة من التجار ترسل للقيام بعمل يساعد على تقوية العلاقات التجارية بين الدول. نقول تاني، مجموعة من التجار ترسل للقيام بعمل يساعد على تقوية العلاقات التجارية بين الدول. تاني، ما المقصود بالبعثة التجارية أو عرف البعثة التجارية؟ مجموعة من التجار ترسل للقيام بعمل يساعد على تقوية العلاقات التجارية بين الدول. طيب ايه البعثات التجارية اللي بعثتها الملكة حتشبسوت؟ بعتت التجار بتوعها لفين؟ اول سؤال عندنا بيقول بما تفسر ارسلت الملكة حتشبسوت بعثة الى بلاد اسمها بلاد بونت. بلاد بونت اللي هي الصومال دلوقتي، بلاد بونت اللي هي الصومال. يبقى ليه اصلا الملكة حتشبسوت بعتت ناس وتجار راحوا الصومال؟ هنا كده نبص معانا في الخريطة، ليه بعتت تجار، أرسلت بعثة إلى بلاد بونت؟ بونت دي كان اسمها زمان، دلوقتي هي الصومال، دولة الصومال، بسبب إن التجار هناك كانوا عايزين يجيبوا لمصر حاجة اسمها العاج والبخور والأحجار الكريمة، لإحضار العاج والبخور والأحجار الكريمة. ايه العاج ده يا ميس؟ العاج ده الفيل بيبقى ليه سن لونه ابيض كده، هو ده العاج. طب كانوا بيعملوا بيه ايه زمان؟ كانوا بيستخدموه في ادوات الزينة، كانوا بيستخدموه علشان يزغرفوا بيه او ينقشوا او يزينوا الاخشاب او يحفروا بيه. طيب والبخور اللي طبعا بيبقى عندنا في البيت وبنستخدمها، والأحجار الكريمة زي مثلا نلاقي حد لابس خاتم والخاتم فيه فص كبير كده ملون، بيبقى مثلا من الماس، الفيروز، الحاجات دي اسمها الأحجار الكريمة. طيب نقول تاني، أول بعثة بعثتها الملكة حتشبسوت كانت لبلاد بونت، بلاد بونت اللي هي الصومال، بلاد بونت اللي هي الصومال. طب يجي لنا سؤال على الحتة دي اسمه بما تفسر، أرسلت حتشبسوت بعثة إلى بلاد بونت لإحضار العاج والبخور والأحجار الكريمة، لإحضار العاج والبخور والأحجار الكريمة. طيب بعد كده ايه من البعثات التانية اللي هي بعثتها الملكة حتشبسوت؟ أرسلت بعثة إلى محاجر أسوان، إلى محاجر أسوان. طيب ليه الناس التجار راحوا لمحاجر أسوان؟ محاجر جاية من كلمة حجر، التجار راحوا إلى محاجر أسوان علشان يجيبوا الأحجار الضخمة يبنوا بيها المعابد. كانوا بيروحوا لمنطقة في أسوان علشان يجيبوا منها الأحجار الضخمة اللي استخدموها دلوقتي في بناء المعابد. هنا كده أسوان. نقول تاني، بما تفسر، يجي لنا هنا في الحتة دي السؤال على الجزء ده، إرسال الملكة حتشبسوت بعثة إلى محاجر أسوان لجلب الأحجار الضخمة لبناء المعابد. لجلب الأحجار الضخمة لبناء المعابد.
هل حتشبسوت بعتت بس البعثتين دول؟ لا، هي بعثت كمان بعثة إلى بلاد فينيقيا، إلى بلاد فينيقيا. إيه هي بلاد فينيقيا اللي هي دلوقتي لبنان؟ تعالوا نشوف الخريطة. لبنان اللي هي حاليا لبنان. طيب البعثة اللي راحت بلاد فينيقيا دي كانت بتعمل إيه؟ التجار هناك راحوا يعملوا إيه؟ راحوا يجيبوا أخشاب من هناك، راحوا يجيبوا أخشاب. يبقى بما تفسر أرسلت الملكة حتشبسوت بعثة تجارية إلى بلاد فينيقيا لجلب الأخشاب، لجلب الأخشاب. نقول تاني بسرعة كده، الملكة حتشبسوت كانت من أشهر ملكات مصر. يجي لنا هنا سؤال أكمل، ملكة من أشهر ملكات مصر، نقط. برافو الملكة حتشبسوت. تميزت فترة حكم الملكة حتشبسوت بنقط ونقط شاطرين، الأمن والاستقرار. اهتمت بالتجارة والفنون. ايه هي أهم أعمالها؟ بنت معبد الدير البحري، بنت معبد الدير البحري، وأرسلت بعثات تجارية، أرسلت بعثات تجارية، بعثة إلى بلاد بونت هي الصومال لإحضار العاج والبخور والأحجار الكريمة، وبعثة إلى محاجر أسوان لجلب الأحجار الضخمة لبناء المعابد، وبعثة إلى بلاد فينيقيا لجلب الأخشاب. طيب ممكن يقول لنا سؤال بس بطريقة مختلفة شوية، ممكن يقول لنا سؤال بما تفسر أرسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية وما يجيبليش ولا اسم بعثة من الكلام ده؟ أنا هقول إيه؟ هقول الإجابة هتبقى لإحضار العاج والبخور والأحجار الكريمة من بلاد بونت، ولجلب الأحجار الضخمة لبناء المعابد من محاجر أسوان، ولجلب الأخشاب من بلاد فينيقيا. ده بالنسبة للملكة حتشبسوت. بعد كده عندنا من أشهر ملوك الدولة الحديثة ملك اسمه تحتمس الثالث. ملك اسمه تحتمس الثالث، اسمه ايه؟ برافو تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث ده برضو كان ليه أعمال مشهورة جدا وأثرها باين في مصر. طيب ايه الأعمال اللي هو عملها؟ أول حاجة إن هو شن حملات كثيرة على سوريا وفلسطين. شن حملات كثيرة على سوريا وفلسطين، يعني إيه شن؟ يعني قام بحملات، يعني قاد حملات، عمل حملات على سوريا وفلسطين. كام حملة؟ حملات يعني عبارة عن جيوش رايحين يحاربوا هناك. كام حملة؟ 16 حملة. كام حملة؟ 16 حملة. يبقى شن الملك تحتمس الثالث 16 حملة على سوريا وفلسطين، وانتصر عليهم هناك في معركة اسمها معركة مجدو. معركة مجدو، يبقى انتصر عليهم في معركة مجدو. طيب وبعد كده أمن حدود البلاد من ناحية الجنوب، يعني حافظ على أمن البلاد وحط جنود يحموها من ناحية الجنوب من الأعداء. بنى اسطول بحري قوي سيطر على جزر البحر المتوسط. يعني ايه اسطول بحري؟ احنا عارفين الجيش، الجيش دول جنود بيحاربوا على الارض على البر. الاسطول ده بقى برضو جيش بس بيحارب في البحر، بيركبوا سفن كبيرة جدا مجهزة وبيحاربوا بعض في البحر. يبقى هو بنى اسطول بحري قوي ليه؟ عشان يسيطر على جزر البحر المتوسط. يبقى عندنا سؤال هنا بما تفسر بنى الملك تحتمس الثالث أسطول بحري قوي للسيطرة على، برافو، جزر البحر المتوسط. بعد كده قام أول وأقدم إمبراطورية في التاريخ، عمل أول إمبراطورية في التاريخ. إيه يعني إيه إمبراطورية؟ يعني عبارة عن بلد بتسيطر على كذا بلد تانية، زي ما يكون في فصل قوي عندنا في المدرسة نلاقيه مسيطر على الفصول اللي حواليه. عمل أول وأقدم إمبراطورية عرفها التاريخ. إمبراطورية يعني بلد بتسيطر على كذا دولة، بتسيطر على كذا دولة أو كذا منطقة.
يبقى أقام أول وأقدم إمبراطورية عرفها التاريخ. طيب الإمبراطورية اللي عملها دي كانت حدودها فين؟ إيه مساحتها؟ كانت فين من فين لفين؟ أول حاجة حدودها امتدت من نهر الفرات، نركز على الخريطة، نهر الفرات شمالا، نهر الفرات شمالا إلى النوبة جنوبا، إلى النوبة جنوبا. يبقى نقول هنا ممكن يجي لنا سؤال أكمل، أقام الملك تحتمس الثالث أول وأقدم إمبراطورية امتدت من نقط شمالا. برافو، نهر هنا اسمه نهر الفرات، نهر الفرات، إلى نقط جنوبا، إلى النوبة جنوبا، إلى النوبة جنوبا. نقول تاني أعمال الملك تحتمس الثالث، أول حاجة قاد أو شن حملات على سوريا وفلسطين، قاد حملات على سوريا وفلسطين، كان عددهم كام؟ برافو 16 حملة، وانتصر عليهم في معركة مجدو، انتصر عليهم في معركة اسمها ايه؟ مجدو. أكمل، انتصر الملك تحتمس الثالث في معركة مجدو. أمن حدود البلاد من ناحية الجنوب، أمن حدود البلاد من ناحية الجنوب، بنى أسطول بحري قوي للسيطرة على جزر البحر المتوسط. في البحر المتوسط مجموعة من الجزر، جزر يعني مساحة من اليابس بتحيط بها المياه من جميع الجهات. طيب، وأقام أول وأقدم إمبراطورية في التاريخ، الإمبراطورية دي كان امتدادها ايه؟ شمالا نهر الفرات، جنوبا بلاد النوبة. بعد كده في ملك عندنا تاني من أشهر ملوك الدولة الحديثة، وهو اسمه الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني برضو عمل بعض الأعمال في مصر، أول حاجة عملها هو بنى معابد، بنى معابد أشهرها معبد أبو سمبل ومعبد الأقصر، معبد أبو سمبل ومعبد الأقصر. يبقى عندنا هنا نقول سؤال أكمل، بنى الملك رمسيس الثاني معابد أشهرها نقط ونقط. برافو، أبو سمبل والأقصر، معبد أبو سمبل والأقصر، دي صورة لمعبد أبو سمبل. استطاع هزيمة الحيثيين في معركة اسمها قادش. مين الحيثيين دول؟ دول كانوا أعداء لمصر في معركة اسمها قادش، يبقى هزم الحيثيين في معركة اسمها ايه؟ قادش. يبقى من انتصر على الحيثيين؟ الملك رمسيس الثاني في معركة ايه؟ قادش. ممكن يجي لنا سؤال هنا، لمن تنسب الأعمال؟ ملك استطاع هزيمة الحيثيين في معركة قادش. برافو، الملك رمسيس الثاني. لقب ببطل الحرب والسلام علشان هو كسب الحيثيين، وهو كان راجل ما بيحبش الحروب وبيحب ينشر السلام والتسامح بين الناس، فالناس لقبوه ببطل الحرب والسلام. طيب ليه لقب ببطل الحرب؟ علشان هو كسبهم. ليه لقب بقى ببطل السلام؟ لأنه عمل معاهم معاهدة سلام، عمل معاهم معاهدة سلام. طب نقول الكلام ده ازاي؟ بما تفسر لقب الملك رمسيس الثاني ببطل الحرب والسلام، لأنه وقع أول وأقدم معاهدة سلام في التاريخ، لأنه قد وقع أقدم معاهدة سلام في التاريخ لرغبته في السلام والتسامح مع الآخرين، لرغبته في السلام والتسامح مع الآخرين. نقول تاني إيه هي أهم أعمال الملك رمسيس التاني؟ بنى معابد أشهرها معبد، برافو سامعاكو شاطرين، أبو سمبل والأقصر. هزم الحيثيين في معركة اسمها معركة قادش، معركة قادش. لقب ببطل الحرب والسلام، ليه لقب ببطل الحرب والسلام؟ لأنه عمل أقدم معاهدة سلام في التاريخ. طبيعي إن اللي بيعمل معاهدة السلام دي
الناس اللي بيبقوا خسرانين في الحرب، لكن هو عمل معاهدة السلام وهو كسبان في الحرب، وده يدل على ان هو كان متسامح وبيحب السلام، علشان كده لقبوه ببطل الحرب والسلام. يبقى نقول السؤال تاني، لقب الملك رمسيس الثاني ببطل الحرب والسلام لأنه وقع معاهدة، أقدم معاهدة سلام في التاريخ. ده بالنسبة لأهم الملوك بتوع الدولة الحديثة. تعالوا بقى نراجع كده ونشوف الملوك دول ايه أهم أعمالهم وايه الملوك تاني. عندنا أول حاجة هو الملك أحمس. الملك أحمس ايه أهم أعماله؟ نجح في توحيد البلاد وطرد الهكسوس، برافو، وكون جيش قوي مجهز بالعجلات الحربية. تاني ملكة عندنا وهي الملكة حتشبسوت، كانت من أشهر ملكات مصر، من أشهر ملكات مصر، امتاز عهدها برافو بالأمن والاستقرار. طيب ايه هي أهم أعمالها؟ هي بنت معبد اسمه الدير البحري. طيب نخلي بالنا لأن الملك رمسيس الثاني برضو بنى معبد، بس هو عمل معبد أبو سمبل والأقصر. يبقى مين اللي بنى معبد الدير البحري؟ حتشبسوت. طيب مين بنى معبد أبو سمبل والأقصر؟ رمسيس الثاني. أرسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية، بعثة لبلاد بونت اللي هي الصومال. طيب ليه أرسلت بعثة لبلاد بونت؟ بما تفسر لجلب العاج والبخور والأحجار الكريمة. وأرسلت بعثة كمان لمحاجر أسوان. ليه أرسلت بعثة لمحاجر أسوان؟ لجلب الأحجار الضخمة لبناء المعابد، برافو. طيب ليه أرسلت بقى حملة برضو لبلاد فينيقيا؟ برافو، لجلب الأخشاب. وبعد كده عندنا الملك اسمه تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ده قام بحملات على سوريا وفلسطين، كان عددهم كام حملة؟ برافو، 16. وانتصر عليهم في معركة اسمها معركة مجدو، وأمن حدود البلاد من ناحية الجنوب، وبنى أسطول بحري قوي للسيطرة على جزر البحر المتوسط، وأقام أول وأقدم إمبراطورية عرفها التاريخ، امتدت من نهر الفرات شمالا حتى النوبة جنوبا. بعد كده عندنا الملك رمسيس الثاني، بنى معابد أشهرها أبو سمبل وبرافو الأقصر، واستطاع هزيمة ناس اسمهم مين؟ شاطرين، الحيثيين، في معركة اسمها معركة قادش، وأقام أقدم معاهدة سلام في التاريخ. وبكده نكون خلصنا درس شخصيات وأحداث من الدولة الحديثة.